جرحة في الجدار. يحاول دحومي إقناع بسمة بوجود فئران في المنزل، فتغضب منه بشدة بعد كشف حيلته السخيفة. ترى هل سينجح دحومي في إخافة بسمة من جديد؟ ابقوا معنا لمعرفة بقية الحكاية من مغامرات بسمة ودحومي. دحومي، أين أنت؟ هو يثير الفوضى وأنا علي الترتيب. ما هذه الفتحة؟ هل يعقل أن تكون... بلا شك، إنها... يا سيدي، وهكذا قدمت لسيادتكم الأدلة الكافية على أن هذه الفتاة اكتشفت مكاننا السري، فصار وجودنا هنا خطيراً علينا، فبماذا ستحكمون عليها؟ يكفي. القضية واضحة وعلينا الحكم بسرعة. هذه الصغيرة ستخبر أهلها بمكاننا، وأهلها سيضعون لنا الفخاخ في كل مكان. إذن لابد من التخلص منها قبل أن تكشف أمرنا. هيا. بسمة، اهدئي يا بسمة. أين أنا؟ هذه أول مرة أرى أحداً يحلم وهو واقف على قدميه. اعذريني، كانت دعابة سخيفة. لا بأس، وأنا أيضاً علي أن أتعلم كيف أتخلص من مخاوفي. أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيس تون على اليوتيوب لمشاهدة الحلقات التالية من مغامرات بسمة ودحومي.